ما كينعش ودير لي واحد الليله ما نعش ليا وهزيته وديته للطبيب اختصاصي. ملي ديته للطبيب اختصاصي دوزت لي الطبيبه قالت لي عمرت لي البرا ايغجول البنورشت عندي الدراري الصغار. ملي داتني ملي مشيت لتما شافوا البرا المهم عاودوا لي التلفازه اخرى عاودوا التحاليل عاودوا داكشي صافي وعطاتني روند قالت لي سيري شدي راه نظيف. والدري ما عطاتني لا دواء لا حتى حاجه. طبيبه رسميته الدكتور ما نكذبش عليك الله ياخذ الحق انا بعدا انا هادشي اللي غنقول حنت ولدي حيت كون كان ولدو ما غيدير ليا وكاع عام دابا ونص عام وشهرين عام وشهرين وانا كنسوني لولدي مريض ليا ما عرفتيش بان المريض اللي مبوشي لي الكلوه مبوشي الكلوه عارفه عارفه هو راه الطبيب ديالو عارف كلشي قالوا لك ملي ديتي في ديك الليله ايرجو ديتو له ايرجو في ايرجو كتبت لي بطبيب اختصاصي ايرجو باش يشوفوا باش يديروا لي العمليه اه ومني شافوها كتبوا لي رانديفو قالوا لك رانديفو باش ندير العمليه ماشي دير العمليه راه هذا سواني سواني تبقيت سواني تقريبا هذا الرانديفو 6 شهور 6 شهور كيعطوني وايرجو كيعطوني 6 شهور مورا 6 شهور مورا 6 شهور هذا دابا عام وشهرين هو مريض ولدي ما عطا ولا دواء الصداع لا حتى حاجه الان دابا باقي في الرونديفو لحد الان راه نهار 23 فهاد الشهر اللي خرج راه عطاتني عطاتني 6 شهور اخرى 6 شهور اخرى اه مع العلم ان عنده ايغجو غسول اه ومشيت الدكتور السباعي الله يعمر ليه الدار ولاني ما عنديش الماده باش غادي نتبع معاه هو شرح ليا هو كان هو اللي شرح ليا المرض ولدي بصح وما بنورشت ما كيخطوا ليا سيري ديري التحليله ديري التلفازه ديري هادي ديري هادي ما شرحوش ليا نيشان حدي الطبيبه الاولى اللي صيفطتني ايرجو هي اللي قالت لي شنو ندير شنو في ولدي من مشيت السباعي هذا شرح ليا المرض ديالو درت لي السكانير والراديو النبوله وواحد التلفازه اخرى هذا قال لي راه ولدك مبوشي عنده الكلوه ورا خصك العمليه خصك دير لي العمليه واني العمليه انا ما عنديش فلوس باش نديرها سولت على عماد العمليه في كلينيك مصح خاص شحال قالوا لك مشيت اخويا مشيت واحد الكلينيك حدا ميريز كونيت مشيت ليه طاربي لي جوج المليون عندي الورقه عطوني الدوفي جوج المليون ويجي دار العمليه وانا راجلي اطر معاش وما عنديش عكري الدار انا ما باغاش الفلوس بغيت العمليه ولدي فقط انا كنطلب الله ومن المحسنين يعاونوني يديروا العمليه لولدي هذا اللي بغيت بالنسبه للحاله المعيشيه ديالك المعيشيه اش غنقول لك اللي عنده مريض في الدار راه اي واحد غادي تعرف باش كيحس اللي عنده المريض في الدار ما كتحل ليه حتى حاجه خدام طال معاشو الحمد لله يعني كاين شاربين وخلصين الكره واني باش غادي يجبد جوج المليون نمشي شويه على واحد صعيبه ما عدوش اه المصروف ديال العائله اه لا اله الا الله ودابا دابا ولا كيطيح يغيب لي الولد اه مع ثلاثة دليل هاد السيمانه اللي فاتت مع ثلاثة دليل طاح غيب لي وما عندي لا مركوب لا حتى حاجه جارنا هو اللي هزني بالطوموبيل مع ثلاثة دليل وجابني البنورشت دابا شحال عنده دابا تقريبا عنده عامين ونص كيف ما شنو عنده عامين ونص ومازال تيهز في الحضانه حيت مريض ما قدرتش انا نحطو ما نقدرش نحطو انا في الارض ما نقدرش نحطو يعني الحمد لله جبت مليون وحط ثمن بالنسبه للمغاربه شي ثمن كنتمنى من الله يديروا خوهم يديروا ولدهم يديروا اللي بغاو الدوسي كامل مكمول عايك اي عاونوني بديك جوج المليون ندير لي العمليه ما طلبت حتى حاجه مازال كنتمنى من الله ومنهم المحسنين يتعاونوا معايا هذه الرساله اللي بغيت نوصل شكرا